تعالوا يا حبايبي يلا نشوف سؤال الباراجراف معانا. وسؤال الباراجراف هنا بيقول write a paragraph of 30 to 40 words using the following guiding elements. طبعا المفروض ان في الباراجراف بتاعنا بنكتب 30 او 40 كلمة. ال 30 او ال 40 كلمة دول هما اللي بيكونوا لي الباراجراف. وطبعا شكل ما قلنا ان في حاجات مهمة جدا لازم الاحظها وانا بكتب الباراجراف عشان الباراجراف بتاعي يطلع بشكل سليم. تعالوا حبايبي يلا نشوف ازاي هنكتب الباراجراف بتاعنا بشكل مثالي. الباراجراف بيتكلم عن your favorite food. your favorite food يعني طعامك المفضل. طبعا كان الكلمات اللي مديها لنا هي كلمة healthy, و healthy معناها صحي, like معناها يحب, وكلمة have معناها يتناول, و unhealthy بمعنى غير صحي, وجود بمعنى جيد. قلت حبايبي لما اجي اكتب الباراجراف دايما في اول جملة لازم اسيب اندنت. اندنت اللي هو الفراغ, يعني ما ينفعش ابدا السطر الاولاني من اوله. طبعا لما اجي اكتب الجملة الاولى او بداية الكلام دايما تبدا بحرف كابيتال. طبعا هبدا جملة افتتاحية وهي ان انا هقول I like, يعني انا احب eating, يعني اكل healthy food. healthy food يعني الطعام الصحي. تاني I like eating healthy food. بعد ما اخلص جملتي حبايبي لازم احط فلسطين خلاص عشان يبقى الترقيم بتاعي صحيح. طب لما اجي ابدا جمله جديده ببدا بكابيتال لتر, ما ينفعش ابدا بسمول لتر, فهقول ماي فيفوريت. طبعا خلي بالك السطر الثاني بكتبه منين؟ من الاول بقى عادي, مش هسيب اندنت ثاني. يبقى ماي فيفوريت هيلثي فود is, اجيب بقى اي اكل صحي, مثلا fish, يعني طعامي المفضل الصحي هو السمك. طبعا هنا ممكن اجيب السبب, يعني ليه انا بحب السمك. هقول I like it, يعني انا بحب السمك ده, because يعني لانه it, ويدي عايد على السمك, gives us يعني بيدينا بروتين. يعني ايه بروتين؟ يعني بروتينات. it is good يعني حبايبي جيد for our bodies, يعني هو جيد لأجسامنا. طيب اجيب حاجات تانية, ايوه عادي جدا, هقول I also like, يعني انا كمان بحب fruits and vegetables, يعني انا بحب الفواكه والخضروات. طب السبب ايه؟ اكيد they, يعني دي عايدة على الخضروات والفاكهة, give us, give us يعني بتدينا vitamins. يعني ايه فيتامينز يا حبايبي؟ فيتامينات. طيب فيتامينز اكيد they protect us, protect us يعني بتحمينا from, يعني من diseases, يعني من الامراض. جميل خالص. طيب ممكن اقول انا ما بحبش ايه, يعني ممكن اقول I don't like unhealthy food, يعني انا ما بحبش الطعام الغير صحي. ليه؟ هقول it's bad for our health, يعني هو سيء على صحتنا. تاني it's bad for our health. وبأنا كده كتبت باراجراف بسيط وسهل في نفس الوقت اقدر احفظه لان كلماته كلها بسيطة. تاني I like eating healthy food, سبت اندنت فل ستوب. My favorite healthy food is fish, وبعدين الفل ستوب بتاعتي I like it because it gives us protein, بيدينا بروتينات. It برضو فل ستوب capital letter. It's good for our bodies, يعني كويس لأجسامنا. I also like fruits
and vegetables. بحب الفواكه والخضروات. They give us vitamins. لأن الحاجات دي بتدينا فيتامينات. They protect us from diseases. تحمينا من الأمراض. I don't like unhealthy food. يعني أنا ما بحبش الطعام الغير صحي. It's bad for our health. لأنه سيء على صحتنا. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. حبايبي يلا اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك بسرعه وكمان يعمل لنا لايك وشير عشان نكمل حلقتنا ان شاء الله. تابعونا في الحلقه الجايه ان شاء الله مع الدرس الثاني ان شاء الله في كتاب المعاصر سواء شرح او حل تمرينات. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد ان شاء الله. السلام عليكم.